فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: رجل مات وعليه صيام شهر رمضان لم يصمه بسبب مرض الموت، ما الواجب؟ مرض الموت يقول، ما عليه شيء إذا أصابه المرض ولم يستطع الصيام، هو ما عليه الصيام إذا صار ما يستطيع ولا يقضى عنه. نعم، إذا مات فيه في هذا المرض ولم يتمكن من القضاء ومات في مرضه ما يقضى عنه. نعم.